لنعد إلى الجذور لنرقص مع السكان الأصليين في مكسيكو، فهذا ينشر الوعي حول الثقافة والتقاليد وأهمية التمسك بها. فما نراه هنا مثلاً في كوسوفو ليس حفلاً تنكرياً بل حفل زفاف، إنه زفاف الأمريكية ميليسا التي استسلمت لتقاليد عمرها قرون وارتدت الزي البوسنية التقليدية للعروس. عادت ميليسا إلى جذور زوجها ليومين في مهرجان للموسيقى والرقص. عند البشر الصراع دائم بين التقليد والتحديث، ولكن في عالم الحيوان عنصر المفاجأة هو الحدث. فقد تفاجئك الكلاب بأنها مثلك قادرة على ركوب الأمواج وخوض المسابقات في كاليفورنيا، وقد تفاجئك من حيث لا تتوقع فتخرج من جحر ما على شاطئ كارولينا الجنوبية وتكون من الأنواع المهددة بالانقراض. وقد تفاجئك أيضاً بخطواتها الأولى بعد الولادة كهذا الفيل الرضيع في حديقة إندونيسيا، حيث شوهد يلعب حول أرجل أمه. مفاجأة الفيل ميغا كانت مفاجأتان مع ولادة منتظرة لعجل أول وأخرى غير متوقعة لعجل ثان في حديقة نيكاراغوا للحيوانات. كل الحيوانات تبدو لطيفة عند الولادة على وجه خاص، ولكنها قد تفاجئك بهدوئها الزائد في حديقة حيوانات برشلونة. لماذا كل هذا الهدوء؟ بالتأكيد لأنها تستمتع بمكعبات الثلج والآيس كريم والفواكه المجمدة، علها تخفف عنها وطأة الشمس الحارقة.